خير الزاق يا كريم يا الله يا الله. كيفيش يما؟ اشي غسل حقي الملابس وحق علوي قبل ما ارجع لبيتي. وانتي يما رقدي علوي، الشغله هذا حقي. خرب بيتك وعادك لحمه احطيتك في عيني انا وبهترك. الظاهر انك نسيت ان عادم عيالك هي ولا ما هو؟ ما نقلوني من مستشفى القريه الا هو خطير. يحيى انا قررت اخطب هاله ولا بي يحصل يحصل. أنا ضمنت على ابنش قدام الدكتور أنور وأهل القرية كلهم. أنتي لا بتفهمي ولا بترحمي، واللي قد فعلتي ما قد فعلها حد. تقدر توسعوا الساقيات من الأراضي منشان يمتلي السوق، وكمان تقدروا توصلوا الماء لجنب البيوت. يا علوي لا متينا لها شحبوب، حتجلس فوق قبر أمك طول اليوم بين الشمس. الله يرحمه. بعدها وين صرت أمس الليل؟ أمس صرت نقول للعفش مع صاحبي. يا الله. أي حنا يكبر ولدي ويقع سندي وظهري. بالزيحة في ديش وأنا بصير لي بقعد حنا. أحنيش؟ لا، عاد تحنى وتنقش في عرس علوي. هاي الحين عاد بصير ولدي عرس يما. يو من قدي من فديت القمري حقي. أشتي أبشرش بخبر يما، وأنا داري ما حد يفرح لي به إلا أنتي.
بين فكر أخطب. السلام عليكم. أهلا، أخوالك بيحبك، هيا قرب الصبح. أخوالي باس، أخوالي وعيال خالي جسيمة. هيا قلوا لي كيف الزواجة؟ نعم من الله يا علوي. باقي أنت يا علوي، أي حنا عن فرحبك قريب إن شاء الله، لكن إيش دي وقفتك معي؟ بشر عند غير أشر وعرف أمور. هذا كلام. هيا بسم الله. بسم الله يا أمه. ما ليش مطمنة؟ وين إسهام اليوم؟ عاد جيت الحين. يلا خاطرش. كيف أنتي؟ الحمد لله بخيرة. كيف قدي اختش؟ على الله. عجبتش البقعة أو كيف؟ لا تطننيش وخليها على الله وهي تصبر. أنا خايفة وضايعة، مش قادرة أحب ولا قادرة أتراجع ولا قادرة أقولش بنفسي. ولا تفعلي أي حاجة من هذا ولا قومي عبي الشماء وروحي بيتكم. يا حميد حقك عيرجع عيرجع، ما حد انكرك. اي حين اي حين عيرجع؟ انا الوحيد اللي يوقف معها يحيى وقدم لها الفلوس علشان لا يدخل السجن. قلت لي اصبر لو ما يرجع يحيى. لا رجع يحيى ولا شفناه. وانا ذا الحين بين اقول لك اصبر لو ما يرجع يحيى. يحيى ما يرجعش، وبنتش مريضة، والظهر انه مرضها خطير قوي، يعني أتبيعوا ما فوقكم وما تحتكم يمكن حتى تدوروا ما تاكلوا. هذا طبعا إذا تباخرت. ما يشتي هذا؟ بتعايرني بمرض بنتي يا حميد؟ ليه حين تجلس هكذا؟ لا عايرش ولا حاجة. أنا قلت ليش الصدق، قدرت ظروفش في المرحلة السابقة واليوم جيت لكم بالمعروف، لكن بكرة عتشوفي مني وجه ثاني. شاش حقي لو أخرجكم من داخل البيت. يلا امشي من هنا، امشي. الرجال لو ما تتكلم النسوان تسكت، مفهوم ولا لا؟ ما تستحش على نفسك تهين وتهدد نسوة، الله ينتقم منك. الله لا سامحك. ألو ألو يحيى. سلمى اشتي حاكيك ضروري. سلمى مالك؟ حميد جال البيت
وهان أمي وعايرها. ها؟ ما قلتي؟ أمي ويني؟ هي ذاهي. ما عاش من ينزل دمعة عينيش يا أمه. أنا بخيرة، لا تخافش علي، كل شيء تمام. أخاف عليش؟ قولي أنا أخاف عليهم منش. أنتي مرت ناصر اللي ما حد يقدر عليها. لا تقلقش يا ولدي، أمك قوية، أنت بس انتبه على نفسك وعلى ريحانة. الله يرجعكم لنا بالسلامة والعافية. الله معك. مش قلت للشمة نسير المدينة وانتي ما رضيتيش؟ وهذا يا بنتي الذي يشتي حميد، أسير المدينة وأبي على ما فوقي وما تحتي. ادخل. السلام عليكم ورحمة الله. سكا وجعاش خالة، أنا شا أسير القرية هكذا يومي، أبسر أمي وارجع. صبرت لك حتى أبسر أختي، هيا قولها تي معك. الله يحفظك من عيني. ما حناش تحملي شوية؟ إيه أنا شدي ليش حاجة من عند أمي. يا يحيى قوة، أنا ضابحة هانة، قلت لي كثير هانة شرجع القرية وأشوف أمي وأختي سلمى. صفاء، الدكتور قرر لها خروج ولا ماشي؟ أكيد عادوا ما قد قرر لهاش الدكتور، وبعدين أنت يا ريحانة عاد أنت مريضة، ما ينفعش أن أنت تسافري، وصحتش أهم. سالتي؟ لا تنساش تسلم على خالتي وسلم على سلمى. طيب إن شاء الله، مع السلامة. مع السلامة. وبولة. حاضر أكيد. أول مرة أجيب هذه السرعة وأنا متحملة برد الماء فوق راسي. خير إيش كنت تقولي لي؟ علوي جا وحكى جدي. متى؟ اليوم. ما قال جدش؟ ما تصدقيش إيش اللي حصل. ذكرني من أنت؟ أنا أحيانا بيننسى كثير. بسمه والنسيان بيني وبينك هو حالي أو ما؟ فعلا أنا علوي، علوي بن محمد الرياحني. محمد الرياحني الله يرحمه، هو الوحيد اللي كان من الرياحني بعد حاله. بسمع كم من عمان؟ حوالي 10 سنين هكذا. الله يرحمه. انت يا ولدي مش انت داري ما وقع بيننا وبينكم ان مشاكل اين انتواي لا ما وصلت لحتى القطيعه ابرد. انا اشوف يا ولدي من السلف والعاده عند الناس انه اللي يجي يخطب ما يجيش وحده، ما بلاقيه هو اهله وجماعته. سمعتوا ما؟ أيوة. وبعد ساعة كل شيء يصبر. رحت عند عابد المجاوري ها؟ هكذا من رأسك؟ ولا تستشير الكبار ولا تتكلم؟ ما أنا عندك أنا داخل البيت؟ ما نشمع عبي عينك ولا ما هو؟ ما به؟ ما حصل؟ شي تعرفي ما به؟ ابنش الأهبل هذا صار له عند المجاورة. ولدش عاشق صار يخطب لنفسه، راح يوطي راسه وراس عمه وخاله وراس كل رياحني. خلاص يا ولدي اهدأ اهدأ يا حميد اهدأ، وانا عاد فهمه. والله ما راحت لك ابن صفية، رأيت والله وهي ماتت وانت في بطنها. حميد انا عسير. إن صار حسك ما صرت عند المجاورة، لو كنت حكيتني كنت أفهمك. يا ولدي التي بيننا وبين المجاورة مش هو سد وبس. سد ولا غيري يا جد ما يهمنيش، أنا كنت متوقع أن الحج عابد عيرفضني، في الأخير عمي حميد هو اللي يرفض. عاد أنا جالس بين أكلم نفسي، قلت يمكن أنت اللي شجعته وأن أنت مش أنت داري من نفسك. سمعت الخبر منك الآن،
وش تفهم كذا فعل هكذا. آه يا ياسين، عمري ما صبرت على إنسان مثل ما صبرت على علوي، حتى ابني نفسه ما صبرت عليه وطردته من البيت. لكن علوي إنسان فاهم وعاقل، ما هوش طايش، لكن بسر ما بش أمل فينا نوافق نسير نخطب له، فلتنا وسر الحالة. لكن اش تفهم كيف عابد وافق بهذه السهولة؟ عابد عابد وافق من أجل السد، محتاج للرياحنا، ولا تستغرب أي شيء من أي مجاوري ولا مني. اسمع يا حميد، أنا ممكن أسكت عليك على أي شيء إلا أمي، ولاش أسمح لك لا أنت ولا غيرك. مش عشاني أمي بس، عشاني بنت معروف الرياحني الذي علمك وربك، وزوجة ناصر المناوري الذي يحترمها الكبير والصغير في القرية هذا. وأم يحيى سارق القرية، والآن قد طور قدو بيسرق في المدينة. حميد، أنا وأنت عارفين من هو السارق الكبير في القرية هذا، ومن هو اللي بالهط الأراضي والبيوت. عارف مع من بتتكلم يا ول؟ عارف من أتكلم معه هذا. يا يحيى صلي على النبي، مالك يا ولدي؟ ما مش داعي لهذا الكلام كله، قم اخطا لك يا ولدي. هي عضو من الشيطان. يعني اهلك ما وافقوش؟ هم ما وافقوش لاني ما شاورتهمش بالموضوع، لكن جديش غلبهم بطيبته واكيد هم حيوافقوا. لهذا الحين مش مصدق انه وافق. انت ما تعرف جدي كيف صعب الواحد يقدر يتفاهم معه. بالعكس، كان في قمة التفاهم. أنا زرت بنفسي ورد لي بالموافقة. خالة مالك؟ ريحانة مالها؟ اتصلي لصفات ديال الإسعاف. يو يا الله سترك. ترك عمي حميد، عمي حميد يا يحيى صعبها علي أكثر من الحج عابد. رجل عمك حميد هذا مصعبها على الكل، أنا والله ما عاد أسكت له أبدا. إيش يا صدق، أنا مفكر أنني أتزوج وأهج من هذا القرية. معكش الله هذا الحمد، منذ الكل بزمي خيزران وبالسلمة، وخلينا يا أخي نخرج من هذا القرية ومن مشاكله. ما عن أخرج، ما عن أخرج يا علوي من القرية. والله لا أجلس فوق رأس عمك هذا لو ما يجي عزرائيل يشلني ولا يشله. والله لو ما مرض ريحانة لا والله ما أجلس في المدينة. نسيت ما أقول لك، كيف قد صحته؟ عمرها طويل. ألو، الحين أنت من المجاورة وهذا من الرياحنة، والقريتين متقاطعين من زمان، وأمك ما تعرف فاش. طيب كيف سمعتوا الاثنين؟ يا أخي خليها على الله، بس أنا الدبور حق الرياحنة وهذا الدبور حق المجاورة، واجتمعنا الاثنين مدبري وسدينا سوا. والله ما مدبرين للعقال حق القريتين حقكم. أها، وأحنقة لابد من رجوعك، كيف لك رجعت؟ يا عمي ما بالله فقدت لكم. هيا أدريت بقصة هؤلاء الاثنين المدبري؟ لا والله عادوا ما حصل ليش الدبور. كملت باقي حبة بالحلق، خليها البعد. من؟ أمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعالي تعالي، كنت فقدتيني به. ماشي داري، يلا افتحي. ما رجع لخالتي. أختي كيف هي بنتي؟ ما قال لش يا أختي، أنا قال لش يا أختي جي، وهي بعد عدفتي كل ساعة وهي تقول لي يشتي ومي يشتي. أختي قد أنا في الطريق، مع السلامة.
الله يسامحني بس الحين فلت بنتي وهي تعبة معي وقع بها شي يمه. إن شاء الله. أي حين عم نوصل؟ ما عاد إحنا خطينا نوصل إحنا ما وصلنا. هي ناهي. إحنا قطينا. علوية الحين تكمل هذا عادوا ركبها هدأ ارزق تمام بعد كملاش يحيى اهدأ خير ما وقع ما به اهلا يا عم راجح المسكين الريحانة انفجر وريدها وريدها ضعيف ما تحملش جهاز غسيل الكلام فقد الدم والآن يحيى بيتبرع لها يا لطيف لطف وانت يا أحياء رجال ما فلتش أختك كل هذا الألم فيش شل عافيتي حنيني على بنتي يا خديجة تقدمت خيرات يا خالة ريحانة ما فيها شي حالتها بتتحسن الحمد لله بنتي هي مسكينة وصبورة بنتي من صغرها ما تدري ما فيها ساعة عن نسمة السلام عليكم تفضل يا دكتور ما شاء الله والكل متجمعين هنا طول مرض بنتي يا دكتور أي حين حترجع معي يما الريحانة ما فيها شي ما فيها إلا العافية أنت وغرد عولها بس ما قصدك يا دكتور أو بنتي فيها شيء ولا شيء هو بيقصد أنه دعوة الأم مستجابة ولا إيش رأيك يا دكتور قد بيندعي لها ليل نهار ما عاد بشمعي حد بيندعي لله سامحيني يا أختي بالعكس يا أختي الله يحفظش ويطول عمرش قمتي بالواجب وزيادة يما لو سمحت أنت وخالتي ممكن تخرجين عشان البنت ترتاح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف ريحانة طمنوني عليها عدت مرحلتها الخضر لا تقلق بس رجاء خلوها لحالها أو أحد يبقى عندها ادخل ادخل يا عم راجح ما بش أحد غريب أم يحيى كيف حالك طبعا يمه هذا صاحب أبي عمي راجح غسان غسان ليه ما لبي حملها كذا عرفت لك وينه أمير حال وعرفت من بيوصل لها الأخبار ويخلي خططنا كلها تفشل ما بتقول مان مان تكلم يا توفيق مان وليد وعرفت إن وليد يعرف أمير يا وليد اهداء اهداء ما عاد باقي تشي تخلص من امير اكيد ما مش معك غير حل واحد بس ايش وليد وهذه فكرة تعال دورك العب ها اليوم انا حظي عالي انا يا اخي انت كيف عاصي ومحظوظ يرزاق ليش ما تعلمني في الغرابه شاعلمك انا يا ناهيلك ولا عاد خليت لنا حاجه شي تاكل كل شيء وتكوش على كل شيء هذاك وعاد وليد بيظن انه كوش على كل حاجه الان دوري العب انا وليد سليم ها ترجهز لنا شيشه عمي ترسل الله عشان هاي توفيق اطلب لنا عشاء الليلة شكلها صباحي وانت يا عبود
حتكون الحكم بيني أنا وياه. أنت قلت لي إنك مناوري صح؟ أمير وعرفنا فينه ونجيب في شارع الوحدة وثابت في السكن وليد هو اللي عيقود المهمة الليلة. الليلة لازم نتخلص من أمير وأصحابه، مفهوم؟ أصبح غريب صرنا جروح للوقت وأحزان السنين هل باقي روح للكره ولا للخلاف كم حلمي ما حتى من الفرحة نخاف عمر الخلاص مكان بارود ورصاص كم من عيون تصرخ لنا يكفي خلاص أي العمر ضاع أولادنا رهن الضياع وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع أي العمر ضاع وولادنا رهن الضياع وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع ما بتعود الحياة تعود المياه إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب نفتح طريق القلوب